مشاهدينا اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم بلعبي. خلال البرنامج هنعرض لحضراتكم اهم الاخبار والتحليلات اللي تناولتها اجهزه الاعلام الاسرائيليه المختلفه وخصوصا في الشان المصري والفلسطيني والعربي، كمان الاوضاع الداخليه في اسرائيل والاوضاع الدوليه بوجه عام. هنبدا حلقتنا معاكم النهارده باهم العناوين. السيسي يطالب اسرائيل بالتوقف عن معاقبه الفلسطينيين. امريكا تقاضي السلطه الفلسطينيه. هل دبرت إسرائيل حادث شارلي إبدو؟ والليكود والعمل أقوى المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل. فاصل وراجعين لحضراتكم لبداية فقرات حلقتنا النهاردة. بنجدد التحية لحضراتكم، والخبر الأول معانا في حلقتنا النهاردة من موقع القناة السبعة الإسرائيلية اللي ركز على رد فعل مصر على الحادث الإرهابي الخسيس اللي حصل في مقر جريدة شارلي إبدو الفرنسية. وذكر الموقع وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب المجتمع الدولي بالتصدي لظاهرة الإرهاب، وشدد على ضرورة غلق المواقع الإلكترونية اللي بتدعم الجماعات المتطرفة لأنها بتشكل خطر على جميع دول العالم. والواضح أن دعوة السيسي كان لها صدى كبير في العالم وخصوصا في فرنسا اللي قررت تعديل قوانينها بصورة تناسب الأوضاع على الأرض بعد الأحداث الأخيرة. فرنسا وباقي دول العالم وباقي طبعا دول كمان أوروبا قرروا يمارسوا رقابة كاملة على بعض الأشخاص المشتبه فيهم واتخاذ تدابير احترازية ممكن توصل لحد الاعتقال ومراقبة الحسابات الإلكترونية، وكمان طلب كشف كامل بأسماء الركاب في الطائرات اللي داخلة أراضيها ومن حقها إنها ترفض دخول بعض الأشخاص بدون إبداء أسباب. على فكرة الرئيس السيسي كان قال لدول العالم إن الإرهاب ملوش لا دين ولا وطن، وإن العالم لازم يساند مصر في حربها على الإرهاب اللي وصل كل البلاد وهدد كل الناس على اختلاف جنسياتهم وديانتهم. هننتقل لخبرنا التالي، ولكن قبل ما نبدأ فيه عايزين نشوف تقرير مهم جدا عن المحكمة الجنائية الدولية اللي قررت السلطة الفلسطينية الانضمام ليها لمحاكمة قادة إسرائيل على جرائم الحرب اللي ارتكبوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. نتابع. مشاعر من الفزع والحزن انتابت القيادة السياسية في إسرائيل مع إعلان السلطة الفلسطينية عن اعتزامها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويشير المحللون إلى أن تلك المشاعر الإسرائيلية نبعت من عدة أسباب، أهمها أن انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة يعني مزيدا من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وهو ما تحاول إسرائيل جاهدة أن تتحاشاه بشتى الطرق حتى تظل القضية الفلسطينية دون حل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما السبب الثاني فهو الفزع الإسرائيلي من وصول كبار القادة السياسيين والعسكريين أمام المحكمة نتيجة لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، سواء في العمليات العسكرية التي قتل فيها المدنيون مثل الرصاص المصبوب والجرف الصامد وعمود السحاب، أو في المداهمات التي تقوم بها قوات الاحتلال على منازل النشطاء والمواطنين الفلسطينيين العزل. يذكر أن انضمام السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما وإلى المحكمة الجنائية الدولية سوف يجعلها تتمكن من مقاضاة إسرائيل وإحراجها أمام المجتمع الدولي، غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبذلان جهودا جبارة لمنع الخطوة الفلسطينية أو التلويح بأن المحكمة قد تنظر قضايا مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أيضا. يذكر أن تلك المحكمة قد تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين
بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء على النفس وعلى الممتلكات. بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى الأول من يوليو 2012، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة. تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية. والسؤال المطروح الآن، هل تنجح السلطة الفلسطينية في اقتياد قادة إسرائيل للمثول أمام المحكمة؟ أم تقلب الولايات المتحدة وإسرائيل الطاولة وتفلح تل أبيب في الهروب من العقوبات الدولية التي ينتظر أن توقع على قادتها؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة. الظاهر أن أمريكا اللي متجاهلة كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مركزة قوي مع القيادة الفلسطينية. الولايات المتحدة شايفة أن مش من حقها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لأن الخطوة دي هتخلي القيادة الإسرائيلية معرضة للمحاكمة بسبب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. نشرت جريدة معريف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نيويورك فتحت التحقيق في قضية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة بدفع مليار دولار تعويضات للي بتسميهم ضحايا الإرهاب الإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية. أمريكا بتستند في الموضوع ده على أن محكمة فيدرالية في بروكلين وجدت أن المصرف العربي بيخالف قوانين مكافحة الإرهاب لأنه بيدعم حماس. وقالت الجريدة كمان أن الدعوة المدنية منتظر تستمر 12 أسبوع، واستعرضت 7 حالات إطلاق نار ما بين 2001 و2004 راح ضحيتهم 33 شخص وإصاب 450 غيرهم. إشمعنى دلوقتي أمريكا فاكرة ضحايا الانتفاضة وإشمعنى الإسرائيليين بس هم الضحايا؟ ولكن عايزة أقول لكم أن الأيام القادمة هي اللي هتثبت لنا أو هتوجد لنا الأجوبة. كمين مع حضراتكم، ولكن المرة دي طبعا مع ردود أفعال الميديا الإسرائيلية على العمليات الإرهابية اللي تعرضت لها فرنسا الأسبوع اللي فات. جريدة هارتس نسيت الموضوع كله ونسيت القتلى الفلسطينيين ونشرت موضوع مطول عن اليهود اللي اتقتلوا في مطعم الأغذية المصنوعة طبقا للشريعة اليهودية. الجريدة أضافت أن الخطر الشديد اللي تعرضت له الجالية اليهودية دفع حوالي 10,000 شخص يهودي يفكروا في الهجرة الإسرائيلية. ولكن الخبر فيه حاجة غريبة، هي أن وزارة الهجرة الإسرائيلية كانت متوقعة أن في أعداد كبيرة من اليهود فرنسا هيوصلوا في الفترة القادمة. في المقابل ظهرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام بتتكلم عن فبركة العمليات الإرهابية الأخيرة في فرنسا، وأن الهدف منها غير واضح، وأن سرعة القبض على الجناة وتصفيتهم رغم عدم معرفة أجهزة الأمن الفرنسية بالموضوع قبل حدوثه بتأكد أن فيه حاجة مش مفهومة. الغريب أن الحادث بيتزامن مع دعم فرنسا لمشروع القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة، ومع تهديد كمان نتنياهو باتخاذ خطوات تصعيدية، وكمان استدعاء السفير الفرنسي في تل أبيب لوزارة الخارجية الإسرائيلية وتوجيه اللوم ليه بسبب موقف فرنسا المؤيد للقضية الفلسطينية. معنا على التليفون المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية دكتور أشرف الشرقاوي. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك يمكن تابعت معانا تزامن عدد كبير من الأحداث، وهو حادث شارل إبدو مع كمان دعم فرنسا للسلطة الفلسطينية. تمام. هو حضرتك لما نبص لسياق الحادث نفسه، صحيفة شارل إبدو هي صحيفة ساخرة أسبوعية بترسم منشورات أو بتنشر منشورات وتقارير ونكات بتتسم بها غير وقورة أو غير ملتزمة. أحيانا بتتناول اليمين المتطرف أو الكاثوليكية أو الإسلام، بتتناول موضوعات سياسية أو ثقافية. الصحيفة دي صدرت سنة 69 وتوقفت سنة 83 وصدرت مرة أخرى سنة 92. المشكلة الصحيفة دي نشرت في وقت من الأوقات رسوم مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام تضمنت صور دي وهو عاري، وده جعل الحكومة الفرنسية تغلق مكاتب فرنسية ومكاتب ثقافية وسياسية ومدارس فرنسية في 20 دولة. وبالتالي فهم متوقعين انه يحصل رد فعل عنيف على هذا الكلام. اكثر من كده، الحكومة الفرنسية وضعت قوات مكافحة شغب ومكافحة ارهاب تحرس هذه الصحيفة على مدار ال 24 ساعة. انا مش هتكلم على احداث الهجوم، احداث الهجوم معروفة انه 3 ارهابيين اقتحموا الصحيفة صحيح.
وقتلوا ناس، لكن حلفت نظر لحاجات بسيطه حصلت على هامش هذا الحكم، على هامش هذا الهجوم. ايه هي يا فندم؟ اول حاجه انه الهجوم ما كانش هجوم واحد، كان عده هجمات شبه متزامنه، واحد على صحيفه شارل ايبدو، والثاني على محطه وقود، والثالث احتجاز رهائن في متجر هايبر كاشير. وفي خلال ذلك، خلال هروبهم، اصطدموا مع ثلاث سيارات شرطه وتبادلوا معهم اطلاق نيران غيرهم. الهجمات كان هدفها الواضح ايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا عشان توحي بوجود علاقه بين الارهاب وبين الاسلام. اول بيان صدر عن الهجوم كان عن تنظيم قاعده في اليمن بيؤيد الهجوم لكن ما بيتبناهوش. بعد فتره صدر بيان اخر بيتبنى الهجوم. بيتبنى الهجوم، ده حدث بالامس بالفعل. بعد كده الارهابي اللي احتجز الرهائن في هايبر كاشير اعلن انتمائه للتنظيم الدوله الاسلاميه. ما فيش شك انه يعني الناس كلها عارفه انه في ارتباط بين تنظيم القاعده في اليمن وتنظيم الدوله الاسلاميه وبين اجهزه مخابرات الامريكيه والاسرائيليه. صحيح. توقيت الهجوم جه بعد اتخاذ البرلمان الفرنسي قرار بالاعتراف الرمزي بدوله فلسطين الى جانب اسرائيل، وده بيلقي ظلال شديدا من الشك على الهدف من الهجوم في هذا التوقيت في فرنسا، لانه ما يقالش ان وصل الهجوم في وقت فرنسا بتتعاطف فيه مع القضيه الفلسطينيه. المفترض انه حتى لو في نيه لهجوم زي ده يتاجل. صحيح. لا يخفى على احد ارتباط المنظمتين اللي احنا قلناهم بالمخابرات الامريكيه والموساد. لكن اللي لفت نظرنا في الحادث نفسه مستوى التامين. الصحيفه المفروض انها بتحظى بحراسه مشدده لانها تعرضت لهجوم سابقا بعد ما نشرت الرسوم المسيئه. طيب رسوم. طيب المسلحين اللي دخلوا الصحيفه دخلوا اول مبنى خطا، المبنى اللي قبل الصحيفه دخلوه من قبيل خطا. هو طبعا الفيديوهات متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا عن الكاميرات اللي متواجده حول الصحيفه، ولكن عايز اعرف من حضرتك العمليات الارهابيه الاخيره في فرنسا وتوبيخ طبعا اسرائيل للرئيس للسفير الفرنسي، ده ممكن ياثر على الدعم الفرنسي للقضيه الفلسطينيه بشكل او باخر؟ الهدف يعني منه التاثير على الدعم الفرنسي للقضيه الفلسطينيه، لكن اعتقد انه على المستوى الرسمي على الاقل فرنسا ادركت انه ده هدف من اهداف الموضوع ده، وبالتالي الرئيس الفرنسي كان حريص على انه طوال الفتره اللي كان بيتكلم فيها عن العمليه الارهابيه انه ما اتكلمش عن الاسلام، ولكن كان بيتكلم عن الارهاب، العمليه الارهابيه وليس عمليه قام بها المسلمون. الارهاب مدان في كل صوره، سواء كان اللي بيعمله مسلم او مسيحي او يهودي. المشكله بقى دلوقتي انه عندنا في حاجات كان واضح انه المنظمين العمليه عملوها عشان عمليه كشف، يعني مستوى تخطيط العمليه المفروض ان الواحد بيخطط العمليه زي بيرصد المكان اللي هيهاجمه. صحيح. مش معقول انه يخش مبنى قبليه ويدخل ويكتشف ان يعني حضرتك شايف ان ما كانش مترتب للعمليات دي، ولكن حدثت يعني مش صدفه ولكن فجاه، يعني تم الترتيب ليها يعني فجاه. يعني هي المساله مش مترتب لها ولكنها مساله عشوائيه، هي مش عشوائيه. ولكن هؤلاء المهاجمين تلقوا تعليمات مباشره من شخص كان يرصد مقر الصفيحه او من ناس توصل او من جهه امنيه كانت توصل مقر الصفيحه، ومهاجمتها دلوقتي الاجراءات الامنيه دلوقتي غير مشدده، وبالتالي توجهوا وهم لا يعرفون مقر الصفيحه الصحيفه وهاجموا اول مبنى لقوه. تمام. الحاجه الثانيه، مرتكبوا الحادث اخطاوا وتركوا بطاقه هويه لاحدهم في احدى السيارات اللي هرب بيها، وده شيء مش مقبول. يعني واحد رايح يعمل عمليه ارهابيه بياخد بطاقته في جيبه، دي حاجه مش الف ب انه ما بيعملش كده. فدي من الحاجات اللي تركت، دي الحاجات اللي بتسيب. يمكن شايف حضرتك ان ده اللي بيثير اللغط حول ان بعض المخابرات مثلا الاسرائيليه او الامريكيه ليها يد فيما حدث في فرنسا. بالظبط كده. نقطه كمان، العمليه دي بتفكرني باغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي. ناجي العلي اغتاله شخص وقتها ادعوا انتمائه لمنظمه التحرير الفلسطينيه، وقالوا انه من اعضاء منظمه التحرير. صحيح. وبعد كده تبين انه عضو في منظمه التحرير ولكن له علاقه بالموساد. اللي انا عايز اقوله ايه؟ انه مش شرط انه الشخص اللي ارتكب العمليه بينتمي للتنظيم او مسلم او غيره، انه ما يكونش له علاقه بمنظمه مخابراتيه سواء الاسرائيليه او الامريكيه. فممكن يكون احدى المنظمات جندت الناس دي عشان تقوم بهذه العمليه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور اشرف الشرقاوي، المحلل السياسي وخبير الشؤون الاسرائيليه، شكرا جزيلا لحضرتك على التوضيح. هنطلع لفاصل وراجعين لحضراتكم ومكملين طبعا باقي اخبارنا في برنامجكم بالعبر.
مستمرين مع حضراتكم في تداعيات الحادث الإرهابي على جريدة شارل إبدو، والخبر معانا من جريدة هارتس عن المشاركة الإسرائيلية المحرجة في المسيرة الدولية ضد الإرهاب في فرنسا. قالت الجريدة أن نتنياهو ظهر في المسيرة بمكياج كامل وكأنه واقف على خشبة المسرح في مشهد طويل. وتحكمت الجريدة على مشاركة نتنياهو، قالت أن هو كان بيمثل الديمقراطية الإسرائيلية أو اللي فاضل منها. نتنياهو هو اللي بيحب يظهر في الأحداث دي من بدري، وصل متأخر شوية وكان فاكر نفسه بيستعرض حرس الشرف أو بيمر قدام الشعب الإسرائيلي، وراح طبعا زي ما شفناه كلنا بيشاور للموجودين. نتنياهو وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد نيفتالي بنت ووزيرة العدل تسيب ليفني ابتدوا المعركة الانتخابية بدري، استغلوا حادثة فرنسا عشان يظهروا في الصورة كل واحد على حساب التاني. في البداية أعلن مكتب نتنياهو أنه مش مسافر باريس لأسباب تأمينية، ولكن لما عرف أن الوزراء دول مسافرين رجع في كلامه وقال أنه مسافر قبلهم لتمثيل إسرائيل ودعم فرنسا. طبعا زي ما بيقولوا كده، مصائب قوم عند قوم فوائد. يا ترى ايه تأثير رحلة فرنسا على الانتخابات البرلمانية اللي جاية في إسرائيل اللي هتبدأ في 17 مارس القادم؟ للتعليق على الموضوع معنا على تليفون المحلل السياسي الأستاذ أحمد مصطفى. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تعليق حضرتك على المشهد اللي كان موجود في مسيرة الجمهورية في باريس، وطبعا في الصف الأول كان موجود نتنياهو. هو الحقيقه السؤال اللي بيطرح نفسه اولا هو باي وجه شارك نتنياهو في مسيره فرنسا ضد الارهاب؟ صحيح. انا لا اعتقد انه له اي دور في هذه المسيره، فمارس نتنياهو ارهاب دوله وقتل 2500 فلسطيني في غزه في عمليه الجرف الصامت التي سموها كذا. نتنياهو في مسيره باريس ويداه ملطختان بدماء النساء والاطفال والشيوخ الفلسطينيين في غزه. حتى بروتوكول المشاركة نتنياهو خلفه، يعني في بروتوكول كده بيتعمل عشان الشخصيات الكبيرة تشارك. نتنياهو تزاحم في ركوب الحافلات المقلة للرؤساء ثم تدافع للوصول للصف الأول، ولم يكن له مكتوبا أن يكون في الصف الأول وفقا للبروتوكول، فاستخدم مرفقيه حتى يصل إلى الصف الأول بعيدا عن اللياقة وأقرب للفوضوية والوقاحة. لدرجة ان البعض في اسرائيل نفسها وصفوا المشهد وكأنه تسلل كاللصوص للصف الاول. صحيح. ورغم اعتراض فرانسوا اولاند رئيس فرنسا على حضور نتنياهو كي لا يشتت الانتباه من القضية الرئيسية ويحولها لقضية يهود الا ان نتنياهو حضر. الصحف الصهيونية نفسها انتقدت دعوة نتنياهو لهجرة يهود فرنسا، لان هو ذهب الى هناك وفي جعبته أهداف غير المشاركة في التنديد بالإرهاب. فدعا يهود فرنسا للهجرة لأنهم ليسوا في أمان. طبعا لم يلقى هذا أي مساندة من المسؤولين الفرنسيين، وحتى المناورة الخاصة بنتنياهو في خطابه أمام الجالية اليهودية في فرنسا كانت فاشلة، فكانت مليئة بالتناقضات. مرة يدعم فرنسا ضد الإرهاب ومرة أخرى يهدد فرنسا. صحيح. إن لم تؤيد إسرائيل هو فقد مصداقيته بشكل كبير مع التحالف الدولي ضد الإرهاب. وبالتالي كان الخطاب مليء بالتناقضات، غريب جدا من رئيس المفروض إن هو جاي يشارك تهديد ضد الإرهاب. يهود فرنسا رغم كل الدعوات اللي ألقاها نتنياهو لن يهنأوا في إسرائيل حتى إن هجروا بالهدوء الأمان الذي ينعمون به في فرنسا. فنتنياهو يخرج بإسرائيل من حرب إلى حرب، ناهيك عن الحروب الصغيرة ضد المنظمات الفلسطينية، وبالتالي الإسرائيلي العادي لا يشعر بالأمان داخل الدولة. أعتقد أن حملة نتنياهو الوكالة اليهودية لتهجير يهود فرنسا ستبوء بفشل ذريع. طيب شايف ان حضرتك فيما يخص المشاركه، يعني شايف حضرتك ان نتنياهو ممكن فعلا متوقع له هزيمه في الانتخابات الكنيست وان هو مش هيرجع مره ثانيه لكرسي رئيس الوزراء في اسرائيل؟ والله هصدمك بالاجابه، لا، انا للاسف الشديد بتوقع ان نتنياهو يملك من الدهاء السياسي الداخلي ما يجعله يتولى منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى. السؤال كان دايما يا ترى الصراع هيكون بين اليمين واليسار في إسرائيل في كل انتخابات.
صح. المره دي الصراع يا ترى نتنياهو سيبقى على كرسي الحكم ام لا؟ 17 مارس 2015 ممكن ان تكون نقطه تحول اذا ما كان هناك لاعبين اساسيين ينافسون نتنياهو، وعلى فكره هم موجودين ولكن ليس لهم سند حزبي قوي. صحيح. يعني على سبيل المثال سيتي ليبني غلبت نتنياهو في الانتخابات قبل كده، لبنان مرشح بقوه لانه يحصد مقاعد كبيره مع حزب اسرائيل بيتينو، وهرتوك زعيم حزب العمل ايضا يستطيع ان يهزم نتنياهو، ولكن ليس ولكن حضرتك شايف ان نتنياهو من المحتمل او الاحتمال الاكبر في العوده مره ثانيه لكرسي رئيس الوزراء. للأسف بشكرك. للاسف نتنياهو مستمر، لان قاعده كبيره من الناخبين ترى ان الوضع في المنطقه صعب، يحتاج لرئيس حكومه بدهاء نتنياهو. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المحلل السياسي الاستاذ احمد مصطفى، شكرا على المداخله. من زيارة نتنياهو لفرنسا هننتقل للمعركة الانتخابية في إسرائيل اللي بدأت تشتعل، وده اللي نشره موقع ماكو الإخباري، وهو نشر حديث مطول مع صديق مقرب من وزير المالية الإسرائيلي السابق يائير لبيد، وهو المذيع يائير نتساني. رصد الموقع حديث نتساني عن ذكرياته مع لبيد وعن المشاكل الصعبة اللي واجهته خلال فترة عمله في حكومة نتنياهو الأخيرة. نتساني حاول يدافع عن صديق عمره وأكد أن لبيد كان يقدر يؤدي عمله بصورة أفضل، لكن طبعا العراقيل اللي وضعها نتنياهو في طريقه هي اللي كانت دايما بتضره. واضح ان دي طريقه جديده للدعايه الانتخابيه اللي بيتبعها وزير الماليه الاسرائيلي لبيد لتجميل صورته بعد الهجوم الشديد عليه اللي تعرض له من جانب رئيس وزراء الاسرائيليين الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. من ناحيه ثانيه كمل لبيد طريقه في الهجوم على نتنياهو بطريقته في كل بقى اللقاءات التلفزيونيه والاذاعيه والصحفيه، واكد انه مش هيقاطع اي حكومه يكون نتنياهو رئيسها، بس في نفس الوقت هيبذل كل جهد لمنع زعيم اليمين الإسرائيلي من رجوع للحكومة مرة تانية. ويمكن احنا سمعنا دلوقتي من الأستاذ أحمد مصطفى أن احتمال رجوع نتنياهو مرة تانية مش احتمال بعيد، ولكن احتمال ممكن يكون صحيح. من لبيد لليبرمان مفيش فرق كبير، وده اللي ذكره موقع ولا الإخباري. كتب عن قضية الفساد الأخيرة داخل حزب إسرائيل بيتنا، قال الموقع ان القضيه اتشعبت واتطورت بعد استدعاء الشرطه لرئيس بلديه في شمال اسرائيل ونائبه وكمان مستشار لوزير الخارجيه أفيجدور ليبرمان. الشرطه فتشت منازل المشتبه فيهم وجددت حبسهم لمده 3 أيام لتورطهم في قضيه الفساد اللي طالت شخصيات في حزب اسرائيل بيتنا. في المقابل كمان ذكر الموقع وقال ان نائبه وزير الداخليه والعضوه البارزه في الحزب فاينا كريشن أعلنت عن اعتزالها الحياة السياسية إلى الأبد بعد تورطها شخصيا في نفس قضية الفساد المالي. ورغم كده زعمت كريشن باون وقالت إن اللي بيحصل على الساحة السياسية الإسرائيلية مجرد دعاية رخيصة الغرض منها تصفيتها واغتيالها معنويا، لأن الموضوع ده طالها وطال أفراد أسرتها جميعا. للتعليق على الموضوعين تعالوا معانا تليفون استاذ احمد الدكتور احمد حماد، استاذ الادب العبري باداب عين شمس وخبير الشؤون الاسرائيليه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. عايز اعرف حضرتك في رايك في حرب تكسير العظام الحاليه على الساحه السياسيه الاسرائيليه. بالنسبه للانتخابات. بالنسبه للانتخابات طبعا البرلمانيه. الانتخابات الاسرائيليه، هو بصي حضرتك يعني تمام. حرب تكسير العظام اللي شغاله دي مش جديده. واي انتخابات سواء في اسرائيل او بره اسرائيل بيبقى فيها حرب تكسير العظام. صحيح. لكن بالنسبه للموقف في اسرائيل تحديدا يعني لو عملنا بانوراما سريعه كده لموقف نتنياهو وموقف الاحزاب المعارضه الصراع اللي شغال بينهم. أيوه. اللي هم شغالين اليومين دول على اساس ان يعني نتنياهو المفروض ان هو بيتمتع بشعبيه بقاله فتره طويله في الحكم، اليمين كله بقاله فتره طويله من سنه 77 وهو في الحكم، قبل كده من يوم ما اشتغل لغايه سنه 77 كان اليسار هو اللي شغال، من سنه 77 لغايه النهارده هو اللي شغال، والوقت اعتقد ان اليسار بتراوده احلام التغيير في اسرائيل. بمعنى ان هم عايزين يعني كفايه كده على التوجهات اليمينيه ويبقى التوجهات اليساريه يعني تتعاون. لكن يبقى سؤال قائم. بالظبط. يبقى سؤال قائم، هل يستطيعوا ان هم لو المعركه فيها ديمقراطيه، وانا اشك ان اسرائيل فيها ديمقراطيه اساسا، لكن لو هتدور تدار العمليات بديمقراطيه، لان مش هيبقى في تكسير عظام زي ما حصل في الفتره الاخيره عندهم،
ان تكسير العظام تجاوز حدود الاخلاقيات. زي ما حضرتك لسه قايله دلوقتي ان حصل فيه تشويه سمعه بالظبط، او بيكون فيه اعراض اثريه، فده مش لا اخلاقيات ولا اخلاقيات انتخابات المفروض انها تدور بنزاهه يعني. لكن هو واضح تماما ان المساله بدات يعني تخرج بره الاطار التقليدي او بره زي ما بنسميه، لان هو في احساس بالخوف ان هم عند اليساريين انهم يفقدوا على اليمين، واليمين نفسه حاسس هو قد يفقد. ده جزئيه، الجزئيه الثانيه يعني توقعات من سيفوز في الانتخابات. هل يمين اللي هيفوز ولا لا؟ يعني المشهد لا بتقول عبر الانتخابات الكنيسة 19 اللي فاتوا كلهم ان ما فيش حد بيقدر يحسم في المساله لصالحه. فلا بد انه بيعمل في النهايه اللي بيحقق اكبر عدد من المقاعد، الحزب اللي بيحقق، فبيعمل تكتل او بيعمل تحالفات مع احزاب اخرى. فاللي هيحصل بالظبط ان يعني اللي موجودين على الساحه النهارده، نتنياهو بيراهن على شعبيته وبيراهن على يمينيته، وفي نفس الوقت بيراهن على خبرته السياسيه. تمام. الوجوه الموجوده في اليسار هل هي عندها نفس الخبره اللي موجوده عند نتنياهو؟ طيب. ولا لا؟ هو بيراهن يعني حضرتك شايف الراي العام الاسرائيلي بيدعم وجود نتنياهو مره ثانيه على كرسي رئيس الوزراء احساسا منهم ان هم ده اللي ممكن يقدر يحميهم والظهر والسند ليهم ان يقدر. اتفضل. يعني دوله شئنا ام ابينا او شاؤوا هم ولا ابوا، هي دوله قائمه على مفاهيم صهيونيه. ماشي؟ النهارده اللي بيحقق المفاهيم الصهيونيه في اسرائيل هل هو اليسار ولا اليمين؟ اليمين المتطرف واليمين الوسط هو اللي بيحقق هذه المعادله. لو تاخدي يعني لو تاخدي بالك ان نتنياهو بدا يعمل بعض التحالفات مع الاقل تشددا او مع اللي هم بنسميهم يمين الوسط. ودي يمكن تفاصيل من نتنياهو ان هو بيحاول يستقطب قبل ما الانتخابات تجرى، ان هو يستقطب لصالحه انه يعرف تماما ان التحالف اللي بين هيرتسوغ وبين ليفني قد يحقق بعض نتائج افضل طبعا. قد يحقق فهو بالتالي هنا هو بيضرب، او الضرب اللي شغال هنا او حق العظام زي ما سميها، هي بدا يبقى في تخوف من تكتلات مبكره. فهنا انا لكن توقعي انا ان هتحسم المعركه بنسبه ضئيله جدا لصالح نتنياهو، وهيضطر في هذه الحاله انه يعقد تحالفات ويقدم تنازلات لبعض الاحزاب، وحتى ولو بعض لو كانت هذه الاحزاب بعضها ينسحب. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور احمد حماد، شكرا على تواصلك معنا. هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف مواقع التواصل الاجتماعي والاذاعه والتلفزيون وتعقيبهم على الاحداث الجايه. وهبدأ معاكم بالإذاعة الإسرائيلية وإزاي شافت تصريحات الرئيس السيسي وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوروبا إلى دعم إسرائيل في حربها على الإرهاب كما تدعم إسرائيل أوروبا. في الكلمة التي ألقاها مساء أمس في المعبد الكبير بباريس، قال نتنياهو أن الحركات الإسلامية المتطرفة هي عدو العالم كله، وأكد أن قتلة المصلين في المعبد بالقدس وقتلة الصحفيين واليهود في باريس هم أعضاء في نفس الحركة الإرهابية المتطرفة التابعة للحركات المتطرفة. شارك الرئيس الفرنسي أولاند المراسم، لكنه غادر المعبد قبل كلمة نتنياهو. القتلى الأربعة في الحادث وهم يؤاف خطاب، يوهان كوين، فيليب برام، وفرانسوا ميشيل سعادة سيوارون الثرى بعد ظهر غد في جيفعات شاول بالقدس.
في أنحاء فرنسا تظاهر أمس 3,700,000 شخص على الأقل تخليدا لذكرى قتل الهجمات الإرهابية في باريس. في المسيرة الهائلة بالعاصمة شارك حوالي 1.5 مليون شخص، وشارك فيها حوالي 40 من زعماء دول العالم ومن بينهم رئيس الوزراء نتنياهو. وتم تنظيم مسيرات أخرى للتعاطف مع قتل الهجمات الإرهابية في مدن أوروبية عديدة وفي كندا وتركيا والسلطة الفلسطينية. وفي القدس شارك المئات في مسيرة بميدان صفراء. الشخص الذي رفع على شبكة الإنترنت فيلم فيديو قصير يظهر مقتل شرطيين يتوسل للإرهابيين حتى لا يقتلوه بدم بارد في باريس أبدى ندمه على نشر المقطع. جوردون نير مهندس في العقد الخامس من عمره يصفو قراره رفع المقطع على صفحته على الفيسبوك برد الفعل الأوتوماتيكي الأحمق من جانب شخص عاش لسنوات على شبكات التواصل الاجتماعي. والواقع أنه دخل على صفحته وأزال المقطع، لكن يبدو أنه جاء متأخرا، فقد قام غيره بنسخه وخلال ساعات انتشر الفيلم في كل المواقع والشبكات التلفزيونية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعو إسرائيل إلى وقف الخطوات العقابية ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. خلال لقائه رئيس الكونغرس اليهودي رون لاودر قال السيسي أنه ينبغي إقناع الرأي العام في إسرائيل بأهمية التوصل إلى سلام، على حد قوله لا يمكن مواجهة التحديات القائمة في المنطقة اعتمادا على القوة فقط، وينبغي التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين. نشوف التلفزيون الإسرائيلي وتعليقه على الأحداث الداخلية زي انتخابات الكنيسة وقضايا الفساد داخل إسرائيل. مرحبا بكم. مدينة الأنوار تنكس اليوم رأسها. مسيرة ستوضع في كتب تاريخ أوروبا كلها. منذ تحرير فرنسا من حكم النازيين لم تظهر في شوارع باريس مسيرة كهذه. 1.5 مليون شخص وقفوا في برد قارس وصمت يصم الآذان في مسيرة تعاطف مع قتل الهجمات الإرهابية في باريس. وهذه صورة يبدو أنها ستذكر باعتبارها نقطة تحول في تعامل العالم مع خطر الإرهاب. صار زعماء العالم ممسكين بأيدي بعضهم البعض احتجاجا على الأعمال الإرهابية المتطرفة التي تهدد القارة الأوروبية. ها هو الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وبجواره المستشارة الألمانية ميركل، رئيس الوزراء البريطاني كاميرون، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويفصل 4 أشخاص بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، ملك الأردن ورئيس وزراء تركيا، ومندوبون من إسبانيا وإيطاليا وكثيرون آخرون. في ليلة واحدة تجمع في باريس كل الزعماء، وكل منهم لديه ما يزعجه من الشؤون الداخلية، وفوق رؤوسهم قلم رصاص مثل الذي كان يحمله رسام الكاريكاتير في جريدة شارلي إبدو الذين لقوا مصرعهم ومكتوب عليه لسنا خائفين. التلفزيون الإسرائيلي اتكلم كمان عن الفوضى في الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود واللي كانت أشبه بالسوق. بعد 11 بقليل في منطقة أوريهودا داخل لجنة الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود يتأهبون لفرز الأصوات، تم وضع الصناديق هنا في معبد أوريتسحاك الذي وضعت به شبكة كاميرات مراقبة. الواقع أن الكاميرات تم فصلها أثناء عملية التصويت، ولكن تم تشغيلها مجددا في نهايتها، وتعطينا إطلالة نادرة على الفوضى التي تم خلالها تحديد قائمة الحزب الحاكم. كاتسي إسرائيل راتسون ميخائيل نعم، هل ترى؟ قالوا عن هذا أن لديه رصيد صفر من الأصوات، والآن يظهر أن لديه أصوات. أعضاء لجنة الانتخابات ليسوا من أعضاء الليكود، فهم تابعون لشركة خارجية للتشغيل وبعضهم على المعاش. يفرزون الأصوات حول مائدة واحدة هنا في الطرف الأيمن من الصورة. هل ترى؟ أحدهم يتلو الأسماء وهم يحدثون ضوضاء يا للأسف، وكيف لا تسقط منهم أسماء. لكن من يشاهدون التسجيل هم رئيس فرع الليكود في أوريهودا ورئيس حملة نتنياهو في هذه المدينة، ومروا بالانتخابات لمدة تزيد على 20 عاما. كيف يمكن الفرز بمثل هذه الصورة في ظل الصراخ لا أحد يسمع الآخر؟ هذا تصرف يشبه السوق، لا يتم الفرز هكذا. أشخاص كبار تتراوح أعمارهم بين 75 و80، ولا أعلم إن كانوا قد أداروا عمليات انتخابية أو حتى قاموا من قبل بفرز أصوات. ليست لدي فكرة عما حدث هناك. هذه الفوضى ظهرت في النتائج، وعلى سبيل المثال حالة نائب الوزير السابق ميخي راتسون
في أور يهودا حصل باسمه الكامل ميخائيل راتسون على 0 من الأصوات حسب النتائج الرسمية، ولكن انتبهوا ما الذي يظهره فحص دقيق للتسجيل. راتسون ميخائيل، وبعد ذلك بأربعين ثانية راتسون ميخائيل، راتسون ميخائيل مرة أخرى، راتسون ميخائيل مرة ثانية، مرة ثانية، مرة ثانية. إذن أين اختفت تلك الأصوات؟ هذه علامة استفهام كبيرة. ميري، ميري، ولم يحدث هذا فقط مع ميخائيل راتسون. ريجف ميري، ريجف ميري، ميري ريجف حسب النتائج الرسمية حصلت على 87 صوتا في أور يهودا. ريجف ميري، ريجف ميري، ريجف ميري. في التسجيل سمعنا اسم ميري يتكرر 120 مرة على الأقل، أكثر بكثير من النتائج الرسمية، ونفس الأمر بالنسبة لبعض من المرشحين. הרבה הרבה יותר מהתוצאות הרשמיות, וכך לגבי עוד כמה מועמדים. פנחס עידן אמרו שקיבלו 65 קולות, אבל אני, לפי מה שאני יודע, הוא קיבל מעל 100 קולות. לא יכול להיות שהוא קיבל רק 60. אמל קרקטרית וכנת רדות פעלה כתלי. موقع جريدة هارتس نشر كاريكاتير وفيه قلمين رصاص على شكل برجين، برجين مركز التجارة العالمي في أمريكا، وطيارة على وشك الارتطام بيهم. وكان هارتس عاوز يقول إن الهجوم على موقع جريدة شارلي إبدو لا يقل عن أحداث 11 سبتمبر 2001 اللي هزت الولايات المتحدة والعالم كله. الكاريكاتير الثاني من موقع جريدة إسرائيل اليوم، وبيظهر فيه عضو الكنيسة السابق ورئيس حزب شاس اليمين المتطرف أرييه دراي، وهو بيقول إنه متعطل بسبب الجو السيء، وإنه يمكن يرجع لما العاصفة تهدى. ولكن العاصفة اللي معطلة دراي هي الرأي العام الإسرائيلي اللي رافض وجوده على الساحة بعد تسريب فيديو مسجل بينه وبين الحاخام السابق أوفيديا يوسف، واللي تسبب في استياء الرأي العام منهم ومن الأحزاب الدينية بوجه عام. الكاريكاتير الثالث والأخير من موقع كالكاليست، واللي ظهر فيه نتنياهو وباقي وزراء الحكومة بيركبوا طيارة الخطوط الجوية الانتهازية، مكتوب عليها كده، وكأن الرسام بيقول إن نتنياهو ورفاقه استغلوا الهجوم الإرهابي في فرنسا لأغراض الدعاية الانتخابية وبس. كمان هنبدأ مع حضراتكم مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر، واللي جت معظم التغريدات عن الاستعدادات للانتخابات القادمة في إسرائيل. التغريدة الأولى كتبها أفيكا نوفيك، وواصل زي غيره الكلام عن حزب شاس أرييه دراي، وقال الصحفيون اللي بيسخروا من فرقعة انسحاب دراي هم هيخسروا أهم نقطة في الواقع. من أسبوع بالكامل ما خرجش دراي عن صمته وما تكلمش عن أي شيء في أي مكان، فعلا ان انجاز كبير طبعا ان زعيم اكبر حزب ديني والسجين السابق أرييه دراي يبطل كلام، لانه كلامه بيورطه وبيضعف شعبيته او شعبيه حزبه. كمان التغريده الثانيه كتبها افي بن ديفيد، وكتب فيها وابتدى فهمتكم بيبي فاسد ومتجوز سيده مختله وميري رجيف شبح ويائير لبيد لا فائده منه، ليبرمان زعيم عصابة، زهافة جلقون حنجورية، وبنيت مسيحاني يشجع فكرة قدوم المسيح، وكمان بوجي هو يورام الصامت في التحقيقات، لبني بتغير الأحزاب زي الشرابات، كحلون هو صاحب حزب هوائي، كل الحريدم لصوص ويريدون أن يسرقوا خزينة الدولة. الراجل ده محدش سلم منه، كل الأحزاب سيئة بالنسبة له أو من وجهة نظره، بس مضحك إن هو بدأ كلامه بطريقة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لما قال للمتظاهرين فهمتكم. بس في الحقيقة إن كل الأحزاب المتصارعة على السلطة الفلسطينية أو السلطة في إسرائيل مجرد أحزاب انتهازية. التغريدة الثالثة والأخيرة كانت من صفحة بعنوان انتخابات 2015 وطبعا في إسرائيل، واللي نشر استطلاع للرأي عن المقاعد اللي ممكن يفوز بها كل حزب من الأحزاب الإسرائيلية لو الانتخابات انعقدت النهاردة، وجدت النتيجة كالتالي: العمل 24 مقعد، الليكود 23، حزب ديني متحد 20، بنيت 15، يشع عتيد 8، كحلون 7، ليبرمان 7، ميرتس 6. واضح ان التحالف ليفني وهيرتسوغ اثر على وضع حزب العمل، وان نتنياهو رجع المركز الثاني، وان الاحزاب الدينيه تقدمت على حساب يشع عتيد اللي بيرئسه يائير لبيد، والبيت اليهودي برئاسه نفتالي بنت، وفي ديل القايمه ظهر وزير الخارجيه ليبرمان بسبعه مقاعد.
الحكومة الجديدة لو صدقت الاستطلاعات هتكون حكومة عنيفة جدا. ربنا يستر على عملية السلام وعلى مستقبل الدولة الفلسطينية. طيب هنبدأ معاكم الفيسبوك ونشوف كمان نشرة صفحة مخصصة لانتخابات الكنيسة 2015. تقرير بيفيد ان اكبر حزبين في اسرائيل لسه ما قدموش اي خطة للاسكان. الصفحة بتسأل الناخبين الاسرائيليين عن رأيهم في الموضوع ده ومنتظرة ردودهم. نفس الصفحة نشرت بتقول ان لواء احتياطي يقف جلاند تم استبعاده من رئاسة الاركان لدخوله في منطقة لا تخصه، لكنه اعتذر اليوم واعلن مع كحلون اللي انشق عن الليكود انا في المركز الثاني في قائمة كولانو. هل جلانت قائد عملية الرصاص المصبوب لديه فرصة في انعاش قائمة جلانت اللي طبعا في نوم عميق؟ كحلون فرصة ضئيلة وشكله فرصته ضئيلة وشكله هيغرق وياخد طبعا اللي يحاول يساعده في سكته. أخيرا نشرت صفحة انتخابات الكنيسة 2015 بتقول وفقا لما جاء في أخبار القناة الثانية أسعار السكن في إسرائيل ارتفعت بنسبة 52% خلال السنوات الست الماضية اللي كان فيها نتنياهو رئيسا للحكومة. مع ما الحل من وجهة نظركم؟ ده هجوم صريح ومباشر طبعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تقصيره في أداء عمله خلال فترة توليه للحكومة الإسرائيلية الأخيرة. فاصل وهنرجع لحضراتكم وآخر فقرات برنامجكم بلا أدري. بعد الفاصل علشان نشوف قد احنا ما نعرفش حاجة عن اسرائيل اللي بتدعي دايما انها واحدة ديمقراطية في منطقة الشرق الاوسط وانها بتتمتع باكبر دخل للفرد وان الخطر الوحيد عليها هو المواطنين الفلسطينيين. تعالوا نشوف الجانب المظلم في ضواحي تل ابيب في التقرير اللي جاي. ما هذا؟ الدور السابع من غير اسانسير؟ ماذا تظنين نفسك؟ تفضلي بالدخول. منذ متى تعيشين هنا؟ أسكن في هذا المكان من 35 عام، لكنه كان مختلفا في الماضي حيث كان جميلا وكانت بي حديقة وكان هناك ناس يعيشون معنا، لكن اليهود بدأوا يهربون من المكان ولا أصدق أنني استطعت العيش في هذا المكان 35 عام. في الماضي كنت أرجع في الثانيات صباحا والآن من الرابعة عصرا أغلق الباب على نفسي وكأنني في حارة اليهود في أي دولة أجنبية، وإذا أردت الذهاب إلى أي مكان يوم السبت أطلب شرطة حرس الحدود ليأخذوني إلى المكان الذي أريده ويعودون بي مرة أخرى. وماذا عن الجيران؟ طيبون ومساكين، لكنني مسكينة أكثر منهم، فهذا بلدي ولابد أن أعيش حرة فيه ولا ينبغي أن أغلق الباب على نفسي طوال الوقت وأعيش في حالة خوف مستمرة. إنني لم أرى البحر خلال السنوات الأخيرة وأنا أحب الجلوس على البحر، لكنني أخاف بشدة أن أخرج من هنا. هل تجلسين في المنزل أياما كاملة؟ أنا سيدة أعيش بمفردي، ولو كان لي زوج أو حبيب بالتأكيد كنت سأذهب معه. هل تحقدين على رمات أفيف؟ أنا ذهبت إلى هناك ولكن لا يوجد أي عامل أجنبي هناك، وقلت لهم عندما دخلت ياه أخيرا وصلت إسرائيل. نظر لي واحد منهم وقال لي لماذا تتكلمين هكذا؟ قلت له إنني قادمة من جنوب السودان، كل من يعيشون حولي من جنوب السودان وإريتريا، أشعر أنني أعيش في أفريقيا وليس في إسرائيل.
هذا بيت؟ هذا بيت آخر؟ لا، هذا فقط. من يسكن هنا؟ أنا وأمي وأختي. وما أخبار الجيران؟ بخير، لكن عندنا بعض المشاكل. المكان قذر والبيت ليس جيدا، كما أن هناك حشيش ومدمنين، ونحن نعيش في حالة خوف. وما يخيف البنت أن المدمنين يعقنون أنفسهم، وهذا الأمر ليس موجودا سوى في إسرائيل. هل تشعرين بالخوف؟ حتى في إريتريا لا يوجد هذا الأمر، وأنا أخاف على البنتين. نرى المدمنين في الظلام وكأنهم أشباح، ولا يوجد من يوصلنا ولا حل لهذا الموضوع. وطبعاً الناس أصحاب البشرة البيضاء يتعاملون معنا بشكل سيء ويقولون لنا امشوا من هنا. إذن لماذا لا تنتقلون إلى حي أفضل؟ نحن غير قادرين على الذهاب إلى حي أحسن من هنا، حيث لا توجد مدارس لأولادنا في مكان آخر غير هذا، وهنا فقط في تل أبيب. كيف نجد في كل مدينة جانبا مظلما وحزينا؟ هذا الموضوع لم يأتي بالصدفة، هذه سياسة ممنهجة. الغرض منها أن ترتفع أسعار الأحياء الراقية وتظل الأحياء الفقيرة في الجنوب على حالها، وهذا نوع من الحاجز أو التفرقة العنصرية التي تزيد الأغنياء ثراء وتلقي الفقراء في أعماق الفقر. اشرح لي هذا. كما أن لدينا ظواهر كثيرة لا نحبها، لكننا نحتاجها، مثل محطات تقوية التليفونات المحمولة ومحطات النفايات وغيرها. كل هذه الأشياء التي يحتاجها الأغنياء تتجمع في مكان معين. هذا المكان الذي كان في الماضي يخص الطبقة المتوسطة بدأ يتراجع وتقل أهميته، لدرجة أن من يعيش في تلك الأماكن لا يستطيع بيع شقته والانتقال منها إلى مكان أفضل. وهكذا نشأ السور الذي يحمي الأغنياء ويرمي الفقراء في الشارع من غير رحمة. مخدرات وسرقة وبلطجة، هو ده حال الضواحي في أكبر مدن إسرائيل تل أبيب، اللي ما اكتفتش بالبلطجة، لا كمان مليانة عنصرية ضد بعض مواطنيها الشرقيين وضد العمال الأجانب. للأسف كده وقت حلقتنا انتهى النهاردة، نلقاكم على خير بإذن الله، وأشوفكم الأسبوع القادم، وأتمنى ترسلونا كل مقترحاتكم وكل أفكاركم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. أراكم الأسبوع القادم وإلى اللقاء.